من اجل خمسين وفرصة خطيرة وصلاح والهدف الاول 1-0 من الفرعون 1-0 من رمسيس الكرة المصرية 1-0 صلاح في هدف للتاريخ رقم 20 من محمد صلاح خطأ وارتباك في دفاعات فريق سبيرز توتنهام اللي يلعب قلت في الحرب من أجل الشامبيونز وبداية المعركة بتفوق للفريق الأحمر الشياطين الحمر يتقدمون ليفربول يستفيد منها قناصهم صلاح يحط كرة على يسار هوغو لوريس المرمى والشبكة 1-0 للفريق الأحمر الفريق اللني نادي توتنهام كرة جول والدفاع والكرة ترجع خطأ وارتباك ترجع كرة ليفربول وبالرأس فان ديك يعني الأهداف 19 اللي استورا مؤمن ممكن باش يمشي الكوارتر فاينل أقصى للإنجليز سنرى ونشاهد هناك التحدي في أرض الروس 4 شهور للمونديال وهنا تعادل من نسيت القط هذا تسلع على فكرة نسيتم القط سيب ماير تتواصل وتوتنهام يواصل الضغط توتنهام افضل توتنهام اقرب جول كره جول ما زالت الكره الثانيه ضاعت